بسم الله، دلوقتي هنحاول مع بعض نعمل فاميلي. تقول لي فرق السو فرق الفات، تمام؟ فانا هقول له انا عايز اعمل فاميلي يو فاميلي، واقول له انا عايز انتشر، تمام؟ دي كلها عايزه تبقى جينيريك انتشر، تمام؟ اوكي. تمام، دي انا عايز بقى ايه، ان انا اديله فرق في الارتفاعات، تمام؟ يعني هبدا ارسم مثلا لاين اهوت من هنا لهنا لهنا، مش شكل دوت طبعا، هلغي النود ديت، تمام؟ وهبدا اعمل دوت، اقول له اعمل لي ريفرنس لاين من هنا لهنا، واقول له ده اعمل له الاين، وده كوبي برضو من هنا لهنا، واقول له الاين لما احط بقى دايمنشن هنا، ماشي؟ اقدر اتحكم في المسافه من هنا لهنا والمسافه اللي من هنا لهنا، دي اقدر مثلا اعملها برامتر ودي اقدر اعملها برامتر، تمام؟ وليكن مثلا ديت هقول له دي البرامتر ديت هخليه مثلا اكس، تمام؟ وده هيبقى انستنس بحيث ان هو يتغير بسهوله. طيب عايز اكتب بقى تكست هنا ياخد القيمه من دوت، بحيث ان يتقال ان ده هيبقى زيرو وده هيبقى مثلا 25 او 25 او اي حاجه من الحاجات ديت. فاقول له انا عايز احط هنا ليبل، تمام؟ بيقول لي هتاخد انهي قيمه، هقول له خد لي الاكس، تمام؟ تقدر تزود مثلا علامه زائد مثلا هنا، تمام؟ طيب الاكس دوت هقول له اي ال الاين من هنا ليه هنا، عايز اخليه يبقى مرتبط بالخط. فاعملها ازاي؟ هاجي دوت، تمام؟ عشان ده تكست هخليه جروب، تمام؟ هقول له اعمل لي ده جروب، ده جروب اهوت. طيب الجروب دوت هرسم هنا لاين جوه الجروب، هقول له ادي الجروب، وهرسم لاين اهو جوه الجروب بحيث هيتحرك معاه، تمام؟ وخلي اللاين ده ما يظهرش معايا. ما يظهرش ازاي؟ هقول له خلي ده انفيزبل لاين، واروح قايل له اي ال اربط ده بده، تمام؟ فينش. طيب الجروب ده هوت لما اقول له اي ال بين ده وده هيرتبط بيه، بحيث ان ده كل ما يتغير يتغير معايا، تمام؟ وممكن بعد كده اجي هنا اقول له انا عايز اعمل هاتش في الريجن، تمام؟ اقول له انا عايز في الريجن المسافه دي كلها، تمام؟ تقدر تيجي بقى هنا بعد كده تختار الفيلد ريجن دوت وتختار اي شكل انت عايزه، او تعمل انت واحد جديد مفيش مشكله، تمام؟ تقول له انا مش عايز سوليد، انا عايز مثلا حاجه زي كده، تمام؟ هقول له لود انت بروجكت، هيبقى بالشكل دوت. طبعا حسب المقاس، احنا هنخلي حاجة مناسبة للمقاس، بس ده كتجربة يعني، تمام؟ هتيجي على الإكس ده مثلا تقول له خليها 30، فتغير معايا 50، تمام؟ ناقص بس موضوع الهاتش دوت، أجي هنا على الهاتش، edit sketch، تمام؟ اقدر اقول له ان دوت align مع ده، بحيث كل ما ده يتغير معايا.
تمام، ونفس الفكرة. بلو بلوينت بروجكت، بالشكل دوت كل شوية تيجي هنا تقول له مثلا أنا عايز ده يبقى 30، يتغير معاه، وأنا مجرد تكتب هنا زيرو خلاص، ده هيبقى حل عملي إن أنت يبقى عندك السامبل ده على طول في أي وقت تستخدمه عشان تبين فرق الارتفاعات من منطقة لمنطقة.